زوجتي طافت وسعت وبدلت ثيابها بأخرى قبل أن تقصر ناسيها، هل عليها شيء؟ زوجته نعم، يقول زوجتي طافت وسعت ثم بدلت ثيابها قبل أن تقصر، هل عليها شيء؟ المرأة ليس لها ثياب إحرام مثل الرجل، تحرم بثيابها العادية تبدلها ما يخالف، لكن لا تلبس النقاب على الوجه ولا القفازين على اليدين، هذا الذي منعت منه، والباقي من الملابس تلبسه إلا أن يكون زينة أو فتنة تتجنبه.